هذه حلقة. هاد النهار هذا ماشي لغد ليه فاش اخويا من المطار لحقاش تعطلت بزاف باش نصور لكم. المهم دابا راه دازت شي سيمانه ولا ما نعرف شحال. سو غنوريكم واحد الحاجه. قلت لخويا جيب لي الرامين لحقاش كنشوف بزاف فيديوز في تيك توك وديك الشيء وفريمون كنت باغا نجربو. المهم هذا كريم كاريبو مناره تزيد بحال هكا، وهذا كواترو تشيز، فيه ربعه ديال الانواع ديال التشيز ما يمكنش. واحد اخر اللي غادي تشوفوه دابا هذا ديجا كليته الصراحه ما قدرتش نصبر، هذا كان ديال تشيز. المهم كيجي بحال هكا. ومهم اليوم غادي نجربو ديسون كريم كاربونارا لحقاش مش حال هذه وانا باغا نجربو ولكن بغيت نصورو في يوتيوب. سو يا سو جايز، ها هي الرامين يا نحلها. سو جايز كيجي فيها الصوص الاولى اللي هي هذه، هذه واقيلا هي الصوص ديال باودر، وهذا الحار، هذا حار بزاف وكتجي بحال هكا. هاي مدور يا تو. دابا غادي ناخذ الماء طايب، هذا عندي الماء مغلي غادي نحطو فيها وغادي نسدها واحد 5 دقائق وقيلا صراحه ما عرفتش. المهم حتى طيب. المهم دابا غادي نخليها طيب وغادي نرجع لكم فاش طيب. سو يا المهم جايز راه النودلز ديال اللي راه طاب ها هو. ودابا غادي نزيد ليه البودر، البودر خاليه وهاد الحار هذا. المهم هذا انا البارح جربت ندير هذيك الاخرى ديال تشيز ويعني ما درتش بزاف، درت غير نص جياله. المهم شوفوا هي تلاش، انا درت غير نص جياله وما قدرتش نقول لكم الحار اللي عطات البنات ديال الحار اللي عطات لايك راه واحد الحار راه ما يمكنش. داكشي علاش دابا غادي ندير نقطه على قبل اللون، واصلا اون فوا حليته ضربت لي ديك الريحه ديال الحار في نيفي. صافي نقطه نقطه وغادي تجي حاره من الفوق. المهم دابا غادي نحرك هادشي. المهم انا راه دابا حركتها ودابا غادي نذوق. هي فحال حلوه ولكن ماشي لاك حلوه بزاف. المهم نتوما كتشوفوا انا درت نقطه ديال الحار ولكن واخا هكاك جات فيها شويه ديال الحروره، ولكن حتى كتاكلوها ديك الحار كتحسوا به بحال القوم. شنو نعاود ثاني، فيها المذاق ديال الفرماج تشيز وفحال ديك فحال تشيز وكريمه ديال الطبخ. المهم هي راه كريمي ها هي. و فور ريتين غادي نعطيها 8/10. المهم هذه احسن بزاف من هذيك ديال التشيز اللي كليت البارح. سويا صباح الخير جايز، لقيتوني يلاه فقت من العاش باش غنمشي للمدرسه ودابا لقيتوني كنصايب الفطور. كنسخن السمنه ومهم نوجد الفطور together. Thank you.
احنا دابا فين غاديين نقراو وما غاديش نصور لكم في لون فيه لحقاش ما نقدرش نصور اصلا سويا